دي فيلل من الفيلل القديمة على مصر السودان. جت التاريخ بقى، يعني الأرجولات القديمة والقصور القديمة بتاعت حدائق القبة. الحياة القديمة وراها برضو فيلا جديدة. وفي فيلا فوشينا دي كانت فيلا الوزير في الوفد تقريبا عند الصريمول. طبعا البنات الحديثة الستينات والثمانينات سبعينات ثمانينات ستينات برضو. تمام، منطقة حية هنا صريمول. واللي صدق دي الفيلا دي اتطورت وبقت كافيه. من هنا بقى الحاجات القديمة بقى، العمارة اللي بتنفذك على العماير الناحية التانية، شارع داخلي بين عماير اهو بس كأنه ممر يعني. وداخلين الفلل بقى والشغل الايه القديم. شجر بقى طبعا يعني عايز شوية اهتمام بصراحة، ولكن برضو الامور يعني. دي الفيلا، فيلا الوزير زي ما قلت لكم بقت كافيه. تمام، صريمول فيلا الوزير تاني، امتداد الشارع ده امتداد ولي العهد، كوك دور بقى وريفن ماركات وكده. ونكمل طريقنا مع الفلل والاصول. هل نخيل بقى والشغل ده. العمارة القديمة المباني بقى الحلوة، حاجات بقى العمارات القديمة بقى دي الأربعينات خمسينات. والقصور قصور قديس زمان وسط البلد، قصور وهنا أول المليحة ودخلة المليحة، وده امتداد ولي العهد والتقاطع معاه مصر والسودان. ادي القصور تاني يا جماعة. الشغل بقى الايه اللي مش هيتعمل تاني، مساحات واسعة والحيطانة 5 متر ارتفاع، السوفة والدنيا والجناين ما شاء الله يعني، الله اكبر. تراث معماري بقى، بص الزخرفة. فانا بقول لك يعني الوضع شغال ازاي.